هذا الاتفاق اللي تم توقيع ديالو اليوم تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة هو تيحل واحد العدد ديال المشاكل فيما يخص لا زيادة في الأجور اللي هي تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزيادة الأجور لكل موظفين ديال القطاع. وفي نفس الوقت كانت أيضا واحد العدد ديال الملفات فئوية اللي هي كانت مطروحة لعدة سنوات واللي تم الحل ديالها ووضع حلول ديالها. هذه محطة جد مهمة لأن غتساعد أولا باش تخلق واحد الجو داخل إيجابي داخل القطاع، ونتمنوا غتساعد أيضا باش الاستئناف الدراسة ديال التلاميذ واستجابة مع أيضا انتظارات ديال الأسر وضمانا للزمن المدرسي ديال التلاميذ. ونتمنوا أيضا بأنها غتفتح أيضا أفق جد مهمة لتسريع الإصلاح داخل المنظومة. والآن حنا عندنا تجارب اللي تتبين بأن كاين أثر إيجابي اللي يكون تعبئة ديال كل الأطراف، ومن طبيعة الحال لا هيئة التدريس ولا هيئة الأطر الإدارية تتلعب واحد الدور جد إيجابي في مواكبة هذا الإصلاح.